Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. للي ما بيعرفني أنا إلسا أستا, I'm the co-founder of Pink Attik. بفيديو اليوم رح كون عم بخدكن معي ل 3 different hairstyles عملتن بال Pink Attik scrunchies. لتعرفوا أكتر عن الموضوع خليكن معي بهيدا الفيديو وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على الشانل for more videos. رح بلش بأول هيرستايل. دايما وقت بدنا نشتغل هيرستايلز بشعرنا أو نعمل موديل بشعرنا, أحلى أنه يكون الشعر منه نضيف فريشلي, يعني مش محممينه بنهار هو ذاته, لأنه بصير الشعر بيفرز شوية أويلز بخلي التكستشر تبعه تلقط أحسن وقت يكون منه فريش ونضيف. هون لأول هير ستايل مثل ما عم تشوفوا عم مشية الشعر اللي هي أهم ستيب تا ما يطلع معركة الشعر وتا يطلع حلو, وبعدين أخذت المشط تا أعطي ديفينيشن أكتر للرفعة اللي عم بعملها. عم بعمل بوني تيل عادي, بس تا أقدر أحصل على الشكل والفوليوم اللي أنا بدي إياه دايما بفضل أربط شعري بمغيطة سميكة بالأول, لأنه شعري تقيل ومش حيلا ربطة بتحمله. بعد ما ربطت الشعر بالمغيطة اللي هي رح تتخبى, هيدا ما رح تبين, هي مغيطة الأساس, هلأ عم برجع زبط الشيب تبع الشعر من قدام. عم بستعمل شوي هيدا سبراي من لوريال وقعطي شيب للشعر من قدام, لأنه مثل ما بنعرف وقتا نربط الشعر ونشده أوقات بيروح بدايركشنز نحنا ما بدنا إياها, ففينا نرجع بالمشط نشتغل شوي شوي الشيب تنوصل للشيب اللي نحنا بدنا إياها. وآخر شي بالمشط عطيت شوية فوليوم للبوني تيل تتطلع أحلى. هلأ عم باخد السكرانشي ورح حطها فوق المغيطة اللي أوريدي ربطتها, وهيك منكون خلصنا أول هيرستايل. أول هيرستايل هو المفضل عندي لأنه مزبوط أنه سوبر كاجوال, بس الفوليوم تبع السكرانشي بتزيد عليه هيك شوية أج, ففينا نعتمده لأي مناسبة تانية. هلأ رح انتقل لتاني هيرستايل. لتاني هيرستايل عايزين هيدا المغيطة الرقيقة. البوني تيل اللي عملناها قبل رح نرجع نمسك الشعر ونلفه ونعمل الكعكة اللي العادية الكلاسيك, سو بس بينعمل تويست, واخر شي بس نخلص التويست منحط فوق الكعكة المغيطة تنثبتها بمحلها. هلأ رح علمكن تريك كتير مهضومة اللي بتجمع شغلتين أنا كتير بحبهم أكسسوارات للشعر, اللي هو الفولار والسكرانشي. أوقات فينا نزيد هيدا تويست المهضومة على السكرانشي ونحط لها هيدا السكارف اللي كتير حلو بيطلع بالشعر. أخذت سكارف ولفيته وهلأ عم بجمعه مع السكرانشي بهالطريقة, فيكن تثبتوه على السكرانشي تعملوا له هيدا العقدة تيصير بارت من السكرانشي, وهيك بصير عندكن إذا بدكن غير شكل للسكرانشي وديزاين جديد لإله. وبس خلص واربط الفولار فيها رح حتى مثل ما هي على الكعكة من برا. هلأ رح انتقل لتالت هيرستايل. هيدا الهيرستايل is very simple وكتير girly. اللي عم بعمله عم بقسم الشعر بالنص, رح اخد نص من اول ميلة ومن تاني ميلة, رح جرب خلي شوي الفرق بالنص مبين مشان هيك ما عم بشد كتير الشعر لورا, فعم باخده بطريقة سموث. وقت اقسم قدي انا بدي من الشعر رح اجمعهم بربطة صغيرة. عم بستعمل هيدا الربطة الرقيقة لأنه بدي أعمل تويست بالشعر فتتكون مخباية وما تكون مزعجة بالهيرستايل اللي عم نعمله. بعد ما أربط الدوميكو أو الشعر المقسوم بالنص رح أرجع أخد المشط أقسم الشعر من ورا, رح أقسمه وأدفش شوي المغيطة لتحت أقدر لف الشعر وضبه بقلب إذا بدكن القسم اللي أنا عملته بالشعر, وشد المغيطة من تحت. بعد ما تخلص التويست اللي عملناها بالشعر هون فينا ناخد السكرانشي ونزيدها على الهير ستايل تنقدر نخبي المغيطة ونعطي كمان تكستشر وموديل أحلى للشعر.
كتير بحب السكرانشيز إنه فينا نعتمد حيالة هير ستايل تكون سوبر سيمبل، بس هي بتزيد هيك تاتش كتير سحرية على الهير ستايل وبتعطيه لون وتكستشر حلوة. اللي أنا مغرومة فيه واللي عن جد كتير بحبه بفكرة البينك أتيك سكرانشيز إنه عم نعملهم من القماشات الزايدة اللي بتبقى اللي عادة بتنكب. حبينا نستفيد من هيدا الماتيريال ونعمل منه شيء حلو والترندي نقدر نلبسه. وأحلى بارت عندي بالسكرانشي إنه أوقات إذا ما عبالنا نحطها بشعرنا فينا نلبسها كأكسسوار، لأنها كتير بتبين حلوة بالإيد. And voila! هول هن الـ PA Scrunchies. ما تنسوا تروحوا على الويب سايت تتقدروا تشوفوا كل الديزاينز الموجودة، لأنه كل ديزاين يونيك مثل ما خبرتكم قبل، معمولين من القماش اللي بيبقى من القطع أو من المخرج بقى يروحوا على التشاريتي منستعملهم تنعمل فيهم شيء أحلى. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هول الثلاثة هير ستايلز. خبروني شو رأيكم بالكومنت بوكس، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي.